بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن موضوع الثيرويد، وزي اي اورجان لما نيجي نبدا هنبدا بالامبريولوجي. تكون الاورجان ده قدامنا الامبريو، فيرست وسكند وثيرد وفورث وفيفث فارينجيال ارشز كاردياك بالز، مش هنا دعوه بيه دلوقتي. هنتكلم عن الفارينجيال ارشز، هناخد فيها زي كات سيكشن كده. احنا بصينا عليها من الجنب، دلوقتي هنبص من قدام. فيرست وسكند وثيرد وفورث وفيفث. طيب الحاجات دي بتدل على ايه؟ ده الثيرد وده الفورث. الاخضر ده هو الانفيريور بارا ثايروي. طيب تمام. طب والبني ده السوبيريور بارا ثايروي. معكوسين كده في الديفلوبمنت. في الاول بيكونوا معكوسين كده، وهنقول ازاي كل واحده بتاخد مكانها الصحيح. طيب البنفسجي دي ايه؟ دي الثايموس. والبرتقاني دي حاجة اسمها التيمو برانكيال بادي. طيب دلوقتي احنا عايزين نشوف الثيرويد بتتكون ازاي. اول حاجة ما بين الفيرست والسكند ارشس بيتكون ثيرويد دايفيرتيكولوم هنا كده، اللي هو هنا في نفس المكان ده ما بين الانتيرور تو ثيرس والبوستيرور وان ثيرد اوف ذا تانج، حاجه اسمها فورامين سيكم. وبعد كده يحصل داون جروث منه، داون جروث لغايه لما يوصل لفين؟ يوصل للفورث ارش، وبعد كده تتكون الثايرويد جلاند. تمام. طيب الجلاند وهي نازله بيحصل ما بينها وما بين الالتيمو برانكيال بادي بيحصل كونتاكت. طب ايه فايده الالتيمو برانكيال بادي ده؟ ده بيطلع حاجه اسمها اللاترال لوبس، بيشارك في عمل اللاترال لوبس. الحاجه الثانيه ان بيجي عن طريقه بارافوليكولر سي سيلز. طب ايه البارافوليكولر سي سيلز دي؟ اللي بتطلع كالسيتون. يبقى بيجي عن طريق البارافوليكولار سي سيلز، اللي دي اصلا جايه عن طريق النيورال كريست، جايه من النيورال كريست، وهو ذات نفسه بيشارك في تكوين اللاترال لوبس. يبقى الثيرويد وهي نازله اهو، الثيرويد اهي لاترال لوب ولاترال لوب الناحيه الثانيه، بيحصل ما بينهم وما بين الالتيمو برانكيال بادي بيحصل ما بينهم كونتاكت، فيؤدي لتكوين اللاترال لوبس، وفي نفس الوقت بيجي البارافوليكولار سي سيلز. طيب هنا السوبيريور باراثيرويد اهي موجوده تمام في مكانها، سوبيريور. طب الانفيرور بتفضل فوق كده؟ لا اكيد ما بتفضلش فوق كده. الثايموس بيحصل لها داون ديسبيسمنت تحت كده، وهي نازله بتشد معاها الانفيرور باراثيرويد، فتروح الانفيرور باراثيرويد في مكان. تمام. يبقى احنا كده عرفنا تكوين الثيرويد وتكوين الباراثيرويد كمان. طيب ده اسمه ايه؟ ده اسمه ثايرو جلوسال داكت. طيب الثايرو جلوسال داكت موجود هنا ازاي؟ من هنا من الفورامين سيكم، بينزل ينزل ينزل او بتنزل تنزل تنزل الدكت لغايه سيكسس تراكيال رينج. هنا بيتكون اللاترال لوب اهو، ده الاوبليك لاين. هنتكلم دلوقتي على الاكستنشنز. فده كده اللاترال لوب اتكون، وهنا المفروض يبقى الاسمس. احنا كده باصين من الجنب. طيب تمام. يبقى احنا كده قلنا الامبريولوجي بتاع الثيرويد جلاند. طب تعالى نتكلم شوية عن الثيرويد جلاند ذات نفسها. الثيرويد جلاند لو احنا باصين من قدام، دي الرقبة باصين كده من قدام، ده اللاترال لوب اهو نازل، وده اللاترال لوب الناحية التانية نازل برضو. يبقى من بدأ فوق منين وانتهى تحت فين؟ بدأ فوق من عند الأوبليك لاين، ده موجود على الثيرويد كارتريج، وانتهى تحت عند ايه؟ السكسس. 1 2 3 4 5 6 سكسس تراكيال رينج. طيب ده تحت. طب الازمس دي حاجه اللي بتوصل بينهم، دي المفروض انها موجوده ما بين او بتغطي السكند والثيرد والفورث رينجز، يبقى هتبقى تطلع عامله كده. يبقى الازمس هيبقى عامل كده. وفي حاجه تانية هناخدها دلوقتي اسمها ايه؟ بيراميدال لوب الحته اللي طالعه دي. طيب نرجع تاني هنا للدكت، ثيروجلوسال دكت ديت المفروض ان بعد خلاص ما اتكونت الثيرويد يحصل لها ايه؟ اوبليتريشن، تتقفل وبعد كده تختفي، ما عادش في ثيروجلوسال دكت.
طيب لو ما اتقفلتش فضلت مفتوحة يتكون ايه؟ ثايرو جلوسر. احنا لسه بنقول ثايرو جلوسر داكت، لما اتقفلتش او جزء منها ما اتقفلش، بيتقفل منها جزء لكن جزء منها ما بيتقفلش، يعمل ايه؟ يعمل سيست، ثايرو جلوسر سيست، هنتكلم عنه دلوقتي. طيب لو اتقفلت بس ما اختفتش فضلت موجودة تعمل حاجة اسمها ايه؟ بيراميدال، بيراميدال لوب. اهو لسه راسمين اهو بيراميدال لوب، ده ريمننت، اه ريمننت من الثايرو جلوسر داكت. طيب بيكون ناحية الشمال أكتر شوية، ليه السبب؟ الله أعلم، الله أعلم. طيب يبقى احنا كده قلنا الإمبريولوجي، وقلنا كده عايزين نتكلم برضو عن كم معلومة عن الثيرويد جلاند نفسها، حاجات لا ترتقي الام سي كيو. احنا كل اللي بنقوله ده يعتبر ايه؟ دردشه يعني، معلومات عامه كده نبقى عارفينها. اول حاجه الويت، الوزن قد ايه؟ قال لك من 15 ل 25 جرام. طب السايز؟ قال لك كل لوب بيبقى 2 في 1 في 1 انش. يعني ايه 2؟ الطول اهو، العرض 1 كل لوب، كل لاترا لوب، السمك، السمك 1، يبقى 2 في 1 في 1 سمك، لو احنا باصين من جنبنا في 1 سمك. طيب انش. طيب الشيب عامل ازاي؟ شبه الفراشه، يبقى شبه الفراشه اسمها ايه؟ باتر فلاي. طب بيتكون من ايه؟ تو لاترال لوبس، واحد اتنين وبينهما ازمس، وممكن يبقى موجود بيراميدال لوب. موجود في قد ايه؟ تقريبا في نص الناس، من تلت لنص الناس بيكون موجود بيراميدال لوب. يبقى بتتكون من ايه؟ قلنا طب الاكستنشنز لسه قايلينها دلوقتي واحنا بنرسم، قلنا من فوق من الاوبليك لاين وتنزل تحت لغايه السكسس تراكيال رينج. الازمس بيغطي السكند والثيرد والفورث تراكيال رينجز. طيب يبقى دي الاكستنشنز. قلنا كبسول عليها ليها تو كبسولز، ما دام قلنا تو كبسولز يبقى في واحد منهم فولس وفي واحد منهم ترو. نقول ترو الاول، ده الكونكتيف تيشو اللي حواليها، ده الكونكتيف تيشو، الكونكتيف تيشو اللي حواليها عامل كبسول. طب الفولس حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها بري تراكيال فاشيا، فاشيا بتغطيها، اسمها بري تراكيال فاشيا، فبتبقى تعتبر ايه؟ فولس كبسول. يبقى احنا كده دول كلمتين معلومات عامه نقدر نقول كده، لو حاجه منهم ممكن تيجي ام سي كيو وممكن لا. طيب ندخل بعد كده بقى على سؤال ما يعني ممكن نعتبره نظري، نحطه لو احنا بنقول اسئله النظري A و B و C، فممكن نقول ده كاتيجوري ايه؟ C، كاتيجوري C. كونجينيتال انوماليز جه مره من زمان خالص يعني. الكونجينيتال انوماليز دول عباره عن ثايروجلوسال سيست واكتوبيك ثايرويد، ثايروجلوسال سيست واكتوبيك ثايرويد. هنقول الاثنين دلوقتي، نبدا بالثايروجلوسال سيست. احنا هنتكلم عن ايه؟ A B C T D. طيب الايه الايتيولوجي؟ احنا لسه قايلينه، قلنا ان جزء من الثايروجلوسال داكت ما اتقفلش، يبقى ايه؟ يبقى ان اوبليتريتد جزء ولا كل؟ لا جزء، يبقى ان اوبليتريتد بورشن، يبقى ان اوبليتريتد بورش وثايروجلوسال داكت. طيب حاجة فضلت مؤقتة ولا فضلت موجودة؟ لا فضلت موجودة، يبقى persistent، يبقى persistent unobliterated portion of thyroglossal duct. هتلاقي مكتوب عندك في المذكرة tubulo dermoid، بين قوسين كده tubulo dermoid، مش احنا بنقول دي thyroglossal duct؟ duct يعني تيوب، التيوب ديت ممكن وبقت سيست دلوقتي لما اتقفلتش، يبقى دي tubulo. طب dermoid يعني فيها dermoid tissue، يعني ممكن تلاقي فيها ايه؟ ممكن تلاقي فيها ثايرويد تيشو، وهنتكلم عنها بعد شويه دلوقتي. يبقى اول حاجه الايتيولوجي قلناه. طيب الباثولوجي، الباثولوجي هنتكلم فيها عن حاجتين، اول حاجه السايت، تاني حاجه ستراكشر. يا ترى السيست دي ممكن الاقيها فين؟ الاقيها الونج الكورس بتاع الثايروجلوسال داكت كله، بس اشهر اشهر مكان ليها هو انفرا هايود، دي الهايود بون وده الثايرويد كارترج، هي انفرا هايود تحت الهايود. طب ليه؟ قال لك يعني لانه بيكون الجزء ده تورشوس شويه، تورشوس بيكون تورشوس كده، فبيكون سهل ان هو يفضل مفتوح. تمام يبقى ده السايت. طب ستراكشر، ستراكشر احنا شايفين قدامنا سيست، سيست دي ليها وول وفي كونتنت جوه وفي كونكشن باللي حواليها، يبقى احنا هنتكلم بنفس الطريقه دي، هنقول ايه؟ هنقول وول، هنقول كونتنت، هنقول ايه؟ connections. طيب الوول عامل ايه؟ دي سيست، يبقى هيبقى فين؟ thin wall. طب اللايند بايه برضو؟ خلينا نقول لايند بايه، يبقى هي thin، لايند بايه؟ stratified، ودي معلومه احنا محتاجينها، stratified كولامينر ولا كيوبويدال ولا سكويموس اي حاجه فيهم،
يبقى احنا محتاجين كلمة استراتيفيات دي هنحتاجها بعد شوية. طيب الكونتنت، في حاجتين في الكونتنت. اول حاجة يقولك ان هو كلير، يبقى في كلير فلويد كده، كلير ريفيسد ميوكويد فلويد كده. طيب الحاجة التانية لسه قايلينها دلوقتي، قلنا ايه؟ ثايرويد تيشو، ممكن يبقى في ثايرويد تيشو وهنحتاج المعلومة دي فنعلم عليه. ثايرويد تيشو ده يعرفني اه ان ده ممكن يبقى ليها كونكشن. كونكشن ايه بقى؟ لمفاتكس، كونكشن لمفاتكس بتاعت النك ما دام في ثايرويد تيشو جوه، فده يخليها لايبل اكتر للانفكشن، يبقى نعلم عليها. طيب ايه تاني كونكشنز هنا؟ السيست، السيست ايه تحت؟ قلنا اف انفرا هايود دي الهايود بون، بيكون في بينها وبين الهايود بون كونكشن كده فايبرس باند، في فايبرس باند، وده محتاجينه دلوقتي هنحتاجه في الكلينيكال بيكتشر. يبقى الباثولوجي قلنا بنقول في سايت وفي ستراكشر. السايت هي موجوده في الميد لاين وموجوده along الكورس اوف اي ثايروغلوسال داكت، يعني من الفورامين سيكم اللي هو بتوين الانتيرو تو ثيرد والبوستيرو وان ثيرد اوف ذا تانج لغايه ايه؟ الازموس. تمام، بس اشهر مكان ايه؟ انفراهايد. خلاص عديناه. الاستراكشر قلنا دي سيست يعني ليها وول وفي كونتنت وفي كونكشنز. اول حاجه الوول قلنا بيبقى ثين وول ولايند بايه؟ ستراتيفايد، قلنا نحتاج المعلومه دي. طب الكونتنت قلنا بيبقى فيه كلير فلويد وممكن يبقى فيه ثايرويد تيشو، قلنا هنحتاج المعلومه دي. طب الكونكشنز قلنا ما دام فيه ثايرويد تيشو ممكن يبقى فيه اتصال مع الليمفاتكس اوف ذا نيك وده يخليها لايبل تو انفكشن. طيب تاني كونكشن ايه؟ قلنا اهو دي السيست اهي قدامنا في الميد لاين، في ما بينها وانفراهايوت، في ما بينها وبين الهايوت بون فايبرس باند، قلنا هنحتاجها دلوقتي في الكلينيكال بيكتشر. طيب نيجي في الكلينيكال بيكتشر بقى، انا شايف قدامي ايه؟ انا شايف سويلنج. يبقى اول حاجه سويلنج ايه يعني؟ سويلنج طبيعته ايه؟ سيستيك، تنس، تنس سيستيك سويلنج. فين؟ في الميد لاين او سلايتلي تو ذا ليفت. طب ليه سلايت تو ذا ليفت؟ قلنا عشان البيراميدال لوب يبقى تو ذا ليفت. السبب ايه؟ الله اعلم. تمام، يبقى في الناس اللي عندها بيراميدال لوب هيكون سلايتلي تو ذا ليفت، اما الاغلب او الاكثر بيكون في الميد لاين، يبقى سويلنج. دي رقم واحد. رقم اتنين شويه كاركترز بقى، موف اب اند داون، يعني اب ماشي اب and down with a deglutation. طيب ليه؟ عشان في حاجه اسمها ليجامنت اوف بيري ماسك هنا في الكريكويد كارترج، ماسك الازموس في الكريكويد كارترج، هنتكلم عنه بعد كده. اي ثايرويد سويلنج بيتحرك موفز اب اند داون وذ ايه؟ وذ ديجليتيشن. مش هي دي اللي احنا عايزينها دلوقتي، بس نبقى عارفينها طبعا هنا لانها ثايرويد سويلنج، لكن المعلومه هنا المميزه ايه؟ موفز اب وذ ايه؟ وذ بروتروجن اوف تانج، موفز اب وذ بروتروجن اوف تانج. ليه بقى؟ الهايويد بون متصله بالتانج بعضله اسمها مايلو هايويد مصر، فحصل بروتروجن اوف ذا تانج فشد على العضله، فشد على الهايويد بون فشدت على السيست فتطلع السيست فوق. عرفنا ليه؟ يبقى موفز اب اند داون ديجليتيشن كثايرويد سويلنج وموفز اب وذ بروتروجن اوف ذا تانج. طيب الحاجه الثانيه ايه؟ في احنا قلنا سويلنج وقلنا الكاركترز دي، في كاركتر كمان قلنا الفايبرس باند، دي في فايبرس باند واصله السيست بلايود بون. الفايبرس باند ديت ممكن تبقى بالبابول فايبرس باند. يبقى الكلينيكال بيكتشر انا شايف قدامي سويلنج متصل بفايبرس باند فممكن ابقى حاسسها، وموفز اب اند داون وذ ديجليتيشن وموفز وذ بروتروجن اوف ذا تانج، اب وذ بروتروجن اوف ذا تانج. طيب الكومبليكيشنز في طريقتين ممكن نقولها بيهم. الطريقه الاولانيه ده سيست، سيستم وفيها كلير فلويد وفيها ثايرويد تيشو، ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل انفكشن. طيب انفكشن تؤدي لايه؟ ده لوكالايزد، لوكالايزد انفكشن هتعمل ايه؟ هتعمل ابسس. وعندنا قاعده بتقول الباس ماست ايه؟ باس. فيا اما هي باس سبونتينيوسلي رابشر لوحده، يا اما هي باس سيرجيكالي انا اللي هفتحه، ففي الحالتين هيعمل حاجه اسمها ايه؟ فيستولا، وهنتكلم عنها بعد شويه. طيب الانسيدنس او خلينا نقول الكومبليكيشنز عامه لاي سيست، لاي سيست، اي سيست بنحفظها بالاختصار ده اهرب. الاي انفكشن. طيب الاتش هيمورج، هيمورج انت سيست عادي. الار رابشر لسه قايلينها برضو رابشر. البي تكبر وتعمل بريشر سيمتومز، يبقى اهرب. طيب الانسيدنس
الانسيدنس احنا عايزين نعرف برضو قاعدة عامة، اي ثيرويد ديسيز بيكون اكتر في الفيميل، ما عدا حاجتين. الحاجة الاولانية كانسر، لان اي كانسر ما عدا بعض الاستثناءات بيكون اكتر في الميل، والحاجة التانية ريترو ستيرنال جويتر، وهناخدها في وقتها. ليه؟ طب ليه في الفيميل؟ يعني في ثيري بتقول ان الاستروجين ريسبتورز موجودة على الثيرويد تيشو، فبيخلي اي ثيرويد ديزيز اكتر في الفيميل. يبقى الانسنس اول حاجة فيميل. طب السن، احنا بنقول كونجينيتال. كونجينيتال يبقى ممكن تبقى ديتد سينس بيرث، بس الاشهر انها تبقى ديتكتد او دوكيومنتد ايه عند سن ايه، ايرلي تشايلد هود، من 4 لـ5 سنين. طب الانفستيجيشنز، اي ثيرويد، مش اي ثيرويد كمان، اي نيك سويلنج هنعمل ايه؟ ابسط حاجه تتعمل ايه؟ التراساوند، نشوف طبيعته ايه، ونشوف العدد، ونشوف كل حاجه، نشوف الكاركترز بتاعته، وامن جدا وتشيب ونون انفيزيف وكل حاجه. تبقى دي اول انفستيجيشنز. اول انفستيجيشن. تاني انفستيجيشن عامل ثيرويد سكان. ايه ثيرويد سكان؟ هناخدها بالتفصيل في التوكسيك جويتر. يعني هي للمفادها، يعني انها بتقول لي اذا كان هنا في ثيرويد تيشو ولا لا. احنا لسه قايلين ممكن يبقى في ثيرويد تيشو، يبقى هنا بنحدد اذا كان في ثيرويد تيشو ولا لا. هنا برضو قلنا لو ان بيحصل انفكشن، فيبقى كده خلاص خلصنا النقطه دي. الفايبرس بان بتبقى بالبل وبتخليها موف ذا اب وذ بروتروجن اوف ذا تانج، يبقى خلصناها. استراتيفات دي خليها شويه، هنقولها بعد شويه. يبقى احنا قلنا هنا انفستيجيشنز، هنقول الترا في الترا ساوند كاي نيك سويلنج، وهنعمل ثيرويد سكان عشان نتاكد هل فيها ثيرويد تيشو ولا لا، ونتاكد هل هو اللي فيها ده هو الاونلي ثيرويد تيشو ولا لا، عشان ده هيفرق بقى لما اجي اشيل. ما انا لما اجي اشيل هو الاونلي ثيرويد تيشو، يبقى لازم احط ريبليسمنت، يبقى في ريبليسمنت ثيرابي. طيب الدي ديفرنشال دايجنوز هي ميد لاين نيك سويلنج، يبقى اي ميد لاين نيك سويلنج زي ايه؟ ممكن اي نيك سويلنج يجي لك ديفرنشال دايجنوزس، حط على طول لمفادي نوباثي، لمفادي نوباثي، شويه لمف نود وكبرت. طيب نقول حاجه تبع الثيرويد، ممكن يكون في جويتر. هو ايه الجويتر ده؟ هناخده بعد كده، انلارجد ثيرويد جلاند، بس من غير ما لهاش علاقه بالوظيفه، زياده حجم الثيرويد جلاند ايا كانت الوظيفه بتاعتها. الموضوع اللي هناخده بعد شويه اكتوبيك ثيرويد. ثيرويد يعني من الاخر ثيرويد مش موجوده في مكانها، فوق شويه، يعني تبقى هي المفروض مكانها الطبيعي هنا، تبقى فوق شويه هنا هنا هنا، فبرضه في الميد لاين. تمام. ممكن حاجه تانية مختلفه شويه اسمها ديرمويد، زي موجوده في اي حته في الجسم، ديرمويد سيست. دي سيست بيكون فيها ديرمويد تيشو زي ايه؟ سكين، هير، تيف، حتى ايفن ايه ثايرويد تيشو ممكن. تمام. يبقى ده الديفرنشال دايجنوستس. طيب التريتمنت هيبقى ايه؟ عمليه اسمها سيس ترانك اوبريشن. سيس ترانك اوبريشن ايه هي؟ سيس ترانك اوبريشن، بص معايا، سويرينجو السيست اهي، انا هعمل ايه؟ هاجي هاخد انسيجن، ترانسفيرس انسيجن فوقيها هنا كده، وافتح اوسع، فبقى اعمل كده خلاص ريبتيكال كده، اعمل اكسيجن ليها، اشيلها هي بس، لا مش هي بس، والتراك ده كله، كل التراك ده، ده انا كده هشيل ايه؟ هشيل السنترال بارت اوف هايويد بون، وهشيل كمان ممكن البيس اوف ذا تانج، البيس اوف ذا تانج، عشان اتاكد ان حصل كومبليت اكسجن، عشان ما يحصلش ريكرنس. تمام. يبقى دي اسمها سيس ترانك اوبريشن. هتلاقي عندك كلمه او عباره بتقول لك لادر ستيب انسجن، عامل زي السلم. ايه بقى يعني؟ بدل ما هو ترانسفيرز انسجن واحد، لا احمل مالتيبل ترانسفيرز انسجن. تمام. ندخل بعد كده بقى على الاكتوبيك ثايرويد. الاكتوبيك ثايرويد ايه هي؟ الاكتوبيك ثايرويد هنتكلم عن ديفينيشن، هنتكلم عن الباثولوجي، هنتكلم عن كلينيكال بيكتشر، هنتكلم عن انفستيجيشنز والتريتمنت. اول حاجه الديفينيشن، قلنا اكتوبيك ثايرويد، اكتوبيك ثيرويد يعني اكتوبيك ثيرويد، اكتوبيك يعني في حاجه مش في مكانها. طب ثيرويد يعني ثيرويد جلاند مش في مكانها، ده من الاخر كده. يبقى ثيرويد جلاند ودي كونجينيتال ديزي، يبقى كونجينيتالي بريزنت اوتسايد اتس نورمال سايت. ثيرويد جلاند كونجينيتالي بريزنت اوتسايد اتس نورمال سايت. طيب الباثولوجي، الباثولوجي برضه هنتكلم فيه عن السايت
وهنتكلم فيها عن ثلاث تعريفات حاجات شبه الاكتوبيك ثايرويد. طيب السايت ايه؟ احنا شايفين هنا اهي، ده التراك بتاع الديفلوبمنت بتاع ثايرو جروث سيل داكت زي ما قلنا المره اللي فاتت. طيب هي ممكن تديفلوب فين؟ في اي مكان على التراك ده، بس اشهر مكان هو ده فورامين سيكا، بيس اوف ذا تانج، تلاقي سويلنج هنا في بي ات بيس اوف ذا تانج. طيب ايه شويه التعريفات التانيه اللي احنا عايزين نعرفها؟ في ابيرنت وفي لاترال ابيرنت وفي ستروما اوفري. طيب يعني ايه ابيرنت؟ قال لك ابيرنت برضو هي حاجه شبه الاكتوك ثيرويد كده بس بطريقه مختلفه شويه. يعني هنقول ايه؟ ثيرويد تيشو بريزنت كونجينيتالي اوتسايد ذا كورس اوف اي ثايروجلوسال داكت، يعني هو مش هيبقى موجود الونج الكورس، لا هو بره الكورس ده، يعني ممكن فين؟ في اللور نيك هنا كده، ممكن يبقى في الميدياستاينم، ممكن في اي حته. طيب تمام. طب اللاترال ابيرنت تحس ان هو مشتق من الابيرنت، كان مثلا يلاقوا فيه سويلنج طلع هنا كده في النك، يجوا يشوفوا ده لينف نود يلاقوا فيها ثايرويد تيشو فيقول لك دي برضو ابيرنت 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 ثايرويد. فلا بعد كده اكتشفوا ان هي عباره عن ميتاستاسيس من هيدن ايه بابيلاري كارسينوم، وهناخد انواع الكارسينوم بعد كده ان شاء الله. طيب ستروما اوفري اي، ستروما هي دي تساوي ثايرويد، فمعناها في ثايرويد تيشو في الاوفري، دي عباره عن ايه؟ اوفريان تيراتوما، تيراتوما سيست فيها برضو درمويد تيشو، قلنا ايه؟ سكن هير تيث. اما هنا بقى ستروما اوفري فيها ايه؟ ثايرويد تيشو. طب لما في ثايرويد تيشو يعني بيطلع ثايروكسين، هيعمل ايه؟ هيزود الثايروكسين، فهي يعني هيعمل هايبر ثايرويدز، ممكن يحصل فيها ايه؟ مالجنانت تشينج. طيب الكلينيكال بيكتشر، نتكلم عن الكلينيكال بيكتشر، هتيجي تشتكي من ايه؟ في نوديول في ات بيس اوف ذا تانج، في نوديول ات بيس اوف ذا تانج، فيبقى في فيرم نوديول ات بيس اوف ذا تانج. طب ودي فيها مشكله يعني؟ احنا قلنا غالبا ان هي بنت فيميل، فاثناء المستيرويشن بيحصل كونجيشن في الجسم كله عامه، فيحصل كونجيشن فيها هي ذات نفسها، فيعمل ايه؟ تكبر كده، تكبر في الحجم، فتعمل بارشال اوبستراكشن في الاير واي والماوث، يعني في الاوروفارنس، فيعمل ايه؟ يعمل حاجتين، يعمل مشكله في البلع ديس فيجيا، ويعمل مشكله في الكلام ديس ارثريا، يبقى ديس فيجيا وديس ارثريا. طيب مش هي هنا موجوده والاكل بيعدي، الاكل عمال يعدي من هنا، يحك فيها، يعمل ايه؟ يعمل الالسريشن، والالسريشن يعمل بليدنج. طيب انا انفستيجيشن اشوفها ازاي؟ اشوفها بالسي تي، بالسي تي ابص عليها بالسي تي. طيب ايه تاني؟ احنا قلنا ان ده ثايرويد تيشو واكتوبيك ثايرويد تيشو، ممكن برضو يبقى الاونلي ثايرويد تيشو، فما دام هو الاونلي ثايرويد تيشو لازم انشور عشان هعرف ادي ريبليسمنت ولا مش ادي، يبقى هعمل ايه؟ هعمل ثايرويد سكان. تمام. طب يبقى التريتمنت هنا ايه؟ اول حاجه هدي الثايروكسين، يعني مش هشيل على طول، لا مش هشيل، هدي ال ثايروكس. بيقول لك ليه؟ عشان يقلل الحجم بتاعه. طب يقلل الحجم بتاعه ازاي؟ مش مفهومه دي، مش واضحه. هناخد بعد كده دي هايبوثالامس ودي بيتويتري ودي ثايرويد جلاند. الهايبوثالامس بيطلع تي ار اتش ثايروتربين ريليزنج هرمون، والبيتويتري بتطلع تي اس اتش ثايرويد ستيميليتنج هرمون، فيقوم الثايرويد تطلع تي 3 وتي 4. لما طبعا يطلعوا يزيدوا يعملوا نيجاتيف فيدباك هنا ويعملوا نيجاتيف فيدباك هنا. حلو الكلام، حلو الكلام. التي اس اتش دي بقى ليها وظيفه معينه، بتعمل حاجتين، بتزود الفاسكولاريتي لما بتيجي على الجلاند، بتزود الفاسكولاريتي فيها، وبتعمل هايبرين هايبرتروفي وهايبر بليجيا، بتزود الحجم والعدد بتاع الخلايا والفوليكلز، يعني في الاخر هي هتكبر الجلاند، هتكبر الجلاند. فانا لما اجي ادي ال ثايروكسين من بره، فيروح يعمل نيجاتيف فيدباك، فيقل تي اس اتش، فيقل الفاسكولاريتي، وبدل ما تبقى هايبر لا تروح الهايبر دي، فيقل حجم الجلاند اللي هي الجلاندولار تيشو اللي هو هنا الثايرويد تيشو، فانا هنا يقل الحجم. طب لو في كومبليكيشنز، كومبليكيشنز زي ديسفيج ديس ارثري السر بليدنج، دي كلها كومبليكيشن ومضايقاها
خلاص اشيلها اعمل لها اكسجين، بس لازم اتاكد هل هي الاونلي ثايرويد تيشو. لو هي الاونلي ثايرويد تيشو يبقى ايه، ريبليس من ثيرابي فور ايفر طبعا، او يعني طول العمر. تمام، يبقى احنا كده خلصنا الكونجينيتال انوماليز. نراجع كده مع بعض بسرعه. الامبريولوجي قلنا ده امبريو قدامنا ودي فارنجيال ارشز هناخد فيها كات سيكشن، ونبص كده من قدام هنلاقي فيرست وسكند وثيرد وفورث وفيف. طيب هنقول ما بين الفيرست والسكند بيتكون ثايرويد دايفيرتيكولم، وبعد كده يحصل له داون جروث ويعمل ثايروجلوسال داكت لغايه لما يوصل للفورث ويبتدي يكون الثايرويد جلاند. الثايرويد جلاند وهي نازله بتعمل كونتاكت مع الالتيمو برانكيال بودي. ايه المسؤول عن ايه الالتيمو برانكيال بودي ده؟ مسؤول عن حاجتين، الحاجه الاولانيه ان هو بيشارك في تكوين اللاترال لوبس، الحاجه الثانيه ان هو بيجي عن طريقه البارافولكولار سيلز اللي مسؤول انها بتطلع كالسي تونين. طيب انا شايف دلوقتي السوبيريور ثايرويد هي السوبيريور باراثايرويد هي اللي تحت خلاص وفي مكانها، جت بقت موجوده في مكانها. طب الانفيرور اللي موجوده فوق دي بتنزل تحت ازاي؟ قال لك الثايموس وهي نازله بتشد معاها الانفيرور باراثايرويد فتروح في مكانها الطبيعي. طيب قلنا ان هو الثايروجلوسال داكت دي بتكون بتمتد من الفورامين سيكم بتنزل تنزل تنزل لغايه لما توصل للازموس او لمكان الازموس اللي هو ايه السكند والثيرد والفورث، وبتوصل لغايه السكسس لغايه لما تكون لاترال لوب. يبقى ده التراك بتاعها. قلنا بيحصل اوبليتريشن المفروض للدكت ديت وتختفي. طب لو ما حصلش اوبليتريشن، جزء منها ما حصلوش اوبليتريشن، تعمل سيست ثايروجلوسال سيست. طيب لو جزء حصل له اوبليتريشن لكن ما اختفتش، فيتكون البيراميدال لوب وبيكون موجود ناحيه الليفت اكتر. ليه؟ الله اعلم. قلنا لما نيجي نبص على الثايرويد هنلاقي حجمها عامل قد ازاي، هنلاقي حجمها ازاي قد ايه، وهنلاقي وزنها قد ايه. الوزن قال لك من 15 ل 25 جرام. الحجم قال لك كل لوب 2 في 1 في واحد سمك اهوت انش. طيب الشيب قال لك شبه الفراشه باترفلاي. طب بتتكون من ايه؟ تو لاترال لوبس وازمس وبيراميدال لوب، موجود في ايه؟ تقريبا من تلت النص الناس. طب الاكستنشن قلناها برضو، قلنا من الاوبليك لاين اللي موجود على الثيرويد كارتريج لغايه السكسس تراكير رينج، والازمس بيغطي السكند والثيرد والفورث تراكير رينجز. طب الكبسول، في فولس كبسول وفي ترو كبسول. الفولس كبسول هي الكونكتيف تيشو اللي على الجلاند من بره، الترو كبسول لا العكس بقى، الترو كبسول هي الكونكتيف تيشو اللي موجوده على الجلاند من بره، اما الفورس هي البري تراكيال فاشيا. طيب ندخل على الكونجنتال انوميز. الكلام اللي فات ده قلنا كلام عام كده، اقصى يجي ايه ام سي كيو هي ولا حاجه. اما الكونجنتال انوميز ممكن ترتقي انها تبقى سؤال نظري، جت مره قبل كده من سنين طويله، هنعتبرها ايه كاتيجوري سي، فنقول فيها ثايروجلوسال سيست، وبنتكلم بعديها على الفيستولا اللي هنقول عليها كلمتين دلوقتي، والاكتوبيك ثايرويد اللي قلناها برضو قبل كده. الثايروجلوسال سيست هنتكلم فيها عن ايتيولوجي باثولوجي كلينيكال بيكتشر كومبليكيشن انسيدنس انفستيجيشن تريتمنت اي بي سي دي تي. طيب الايتيولوجي قلنا بيرسيستنت، حاجه مش مؤقته، حاجه فضلت موجوده، ان اوبليتريت المفروض ما تقفل ما قفلتش ثايرويد داكت ثايروجلوسال داكت، ان اوبليتريتد بورشن بارت مش كل ثايروجلوسال داكت او ثايروجلوسال داكت. طيب تمام. الباثولوجي قلنا هنتكلم عن السايت وستراكشر. السايت قلنا الونج التراك كلها من الفورامين سيكم لغايه الازموس تحت، بس اشهر مكان هو فين؟ الانفراهايويد. طب ليه؟ قال لك لانه تورشوس. طيب ستراكشر، اي سيست في وول في كونتنت في كونكشنز. طيب الوول فين ومبطن بايه؟ بستراتيفايد. دي اللي هنقولها بقى في الفيستولا دلوقتي، ليه ستراتيفايد؟ طيب او الاستراتيفات دي ايه الكلينيكال امبورتنس بتاعتها؟ طب الكونتنت قلنا كلير فلويد وثايرويد تيشو ممكن يبقى موجود جواها، ثايرويد تيشو يعني فيه لمفاتيك كونكشنز ليه النك، لمفاتيكس اوف ذا نك، فده يخليها مور لايبل تو انفيكشن. في نفس الوقت قلنا السويرنج نفسه هو انفراهيويد ومتصل بالهيويد بون بايه؟ فايبرس باند. قلنا هنحتاج دلوقتي في الكلينيكال بيكتشر. ندخل على الكلينيكال بيكتشر، قلنا انا شايف قدامي ايه؟ شايف سويرنج تنس سيستك موجود فين؟ موجود في الميد لاين او سلايت تو ذا ليفت في الناس اللي عندها بيراميدال لوب. طب ايه الكاركتر بتاعته؟ موف اب اند داون وذ ديجليتيشن، قلنا دي كاركتر لاي ثايرويد سويرنج. طب ايه هنا المميز؟ قال لك موف ذا اب وذ بروتروجن اوف ذا تانج. ليه؟ عشان الفايبرس باند دي والهيويد بون متصله بالتانج بميله هيويد ماسل، فالتانج يحصل بروتروجن، المسل تتحرك تشد على الهيويد بون، فالهيويد بون تشد بالفايبرس باند على السيست فتتحرك موف ذا اب. طيب بالبابل فايبرس باند، ممكن احس الفايبرس باند. طيب الكومبليكيشنز قلنا ليها طريقتين نحفظها باي سيست، اي سيست الكومبليكيشن بتاعتها تحفظ باهرب، انفكشن هيموريج رابشر بريشر. هنا بقى قال لك يحصل، ركز على الانفكشن، انفكشن فهيبقى لوكالايزد انفكشن يعمل ابسس، الابسس يرابشر سبونتينيوسلي او يتفتح بقى انا اعمله سيرجيكالي درينج. طيب سيرجيكالي درينج يعمل ايه؟ يعمل فيستولا. الفيستولا دي يعني ايه؟ هنتكلم فيها عن ثلاث حاجات.
هنتكلم عن الايتيولوجي، وهنتكلم عن كلينيكال بيكتشر، وهنتكلم عن التريتمنت. التريتمنت خلاص خلص ليه؟ لان هو نفسه سيست ترانك اوبريشن، نفس الكلام، مش هناخد التراك كلها وكل الكلام نفسه، فخلاص مش هنتكلم فيها. عايزين الايتيولوجي وعايزين الكلينيكال بيكتشر. الايتيولوجي هنا ليه؟ احنا لسه قايلين انها حاصله بعد ثايروجلوسال سيست، فيبقى هي اولويز ايه اكوايرد، يا اما بعد ثايروجلوسال سيست حصل ايه ابسس وبعد كده رابشر، يا اما سبونتينيسلي او سيرجيكالي انا فتحته. اول حاجه التانية ايه؟ انكمبليت اكسيجن، انكمبليت اكسيجن، ما شلتش كل التراك فحصل فيستول. طب ليه بتحصل فيستولان؟ قال لك الاستراتيفايد سكويموس او الاستراتيفايد كولامينر او الاستراتيفايد كيوبيدا، الاستراتيفايد ابيثيليوم عامه بيتند ان هو كريب كريب، يعني هنا ايه يبتدي حصل رابشر ففتحت، فيبتدي هو ايه كريب كده، يزحف يزحف لبر، فيعمل ابيثيليالايزيشن. ما دام حصل ابيثيليالايزيشن مش رو سيرفيس يبقى مش هتقفل. تمام تمام، يبقى هنا عرفنا ايه فايده استراتيفايد دي في تكوين الفيستول. فقلنا اكوايرد يا اما حصل رابشر لابسس، يا اما انكمبليت اكسيشن. طيب الكلينيكال بيكتشر نفس الكلام، موفز اب اند داون وذ ديجليتيشن، موفز اب وذ بروتروجن اوف ذا تانج. بس مش بس كده، في حاجه تانية لازم نبقى عارفينها. ايه هي الحاجه التانية دي؟ ان هو لما بنيجي يشد عليها كده لفوق في زي سكين فولد بتتكون فوقيها. سكين فولد يعني ايه؟ انا عمال اشد اشد، فيبقى في فولد تتكون فوقيها، فولد كده من السكين تتكون فوقيها كريسنتك، ودي حاجه باثوجنومونيك. يبقى الكريسنتك فولد دي باثوجنومونيك. تمام. طيب دي الحاجه في كلينيكال بيكتشر، قلنا ان دي اوبننج، الكلينيكال بيكتشر دي اوبننج مش سويلنج، يبقى اوبننج ويبقى فوقيها كريسنتك فولد لما بيحصل موفز ايه اب وذ بروتروجن اوف ذا تانج. طيب قلنا برضه بالبور فيبرس باند، بالبور فيبرس باند. طب التريتمنت نفس التريتمنت، هو سيسترانك اوبريشن. طيب نكمل نكمل الانستنس، قلنا اي ثايرويد ديزيز بيكون موجود في الفيميل اكتر، ليه؟ عشان الاستروجين ريسبتورز الموجوده على الثايرويد تيشو ما عدا كانسر والريتروسترنال جويتر. طب قلنا فيميل ماشي. طب هي ممكن تبقى دوكيومنتد سينس بيرث، ممكن، بس الاشهر انها تبقى في الايرلي تشايلدود من 4 لـ5 سنين. طب الانفستيجيشن اي نيكس ويننج بنعمل له الترا ساوند. طيب ونعمل ايه تاني؟ ثايرويد سكان، لان احنا خايفين انها تكون الاونلي ثايرويد تيش، فنعرف هندي ريبليسمنت بعد العمليه ولا لا. ولا عمليه سيسترانك اوبريشن بيعمل ايه؟ ترانسفيرس انسيجن، نفتح نعمل اكسيجن كومبليت اكسيجن للسيست او الفيستولا زي ما احنا لسه قايلين، وناخد التراك كلها، يعني بنشيل كمان السنترال بارت اوف هايد بون، وممكن نوصل ان احنا نشيل البيس اوف ذا تانك، بارت من البيس اوف ذا تانك. طيب الديفرنشال دايجنوز قال لك ده ميد لاين سويلنج، يبقى كل اي ميد لاين نيك سويلنج يعتبر ديفرنشال دايجنوز. ما دام في نيك سويلنج ديفرنشال دايجنوز على طول حط ليمفادينوباثي. طب ميد لاين نيك سويلنج حاجات بقى ليها علاقه بالثايرويد، ممكن جويتر انلارج دي يعني ثايرويد، ممكن اكتوبيك ثايرويد لسه قايلينها ثايرويد مش موجوده في مكانها يعني فوق شويه عن مكانها. طيب في حاجه اسمها ديرمويد سيست، سيست وجواها ديرمويد تيشو، سكين هير تيث ثايرويد تيشو. طيب ندخل بعد كده على الاكتوبيك ثايرويد. الاكتوبيك ثايرويد قلنا اول حاجه الديفينيشن بتاع اكتوبيك ثايرويد يعني ثايرويد جلاند موجوده في مكان مش في مكانها، يبقى ثايرويد جلاند بريزنت كونجينيتالي لان هي كونجينيتال انومالي اوت سايد اتس نورمال سايد. طيب الباثولوجي هنتكلم عن السايد وشويه تعريفات كده ايه فيها اختلافات عن الاكتوبيك ثايرويد. السايد قلنا الونج التراك كله، بس اشهر مكان هنا مختلف بقى، مش انفرا هايويد زي السيست، لا الاكتوبيك ثايرويد بتكون ات بيز اوف ذا تانج، يبقى سويلنج ات بيز اوف ذا تانج. طيب في حاجه اسمها ابيرنت ثايرويد، وفي حاجه اسمها لاترال ابيرنت ثايرويد، وفي حاجه اسمها ستروما اوفري. الابيرنت ثايرويد يعني ايه؟ يعني برضو ثايرويد جلاند او ثايرويد تيشو بريزنت كونجنيتالي اوت سايد ايه بقى ذا كورس اوف ثايروجلوسال داكت، يعني مش الونج الكورس، هنا بتبقى الونج الكورس، لا هي الاكتوبيك بتكون الونج الكورس، اما الابيرنت لا اوت سايد، يعني ايه؟ ممكن في اللور لينك، في اللور نيك، ممكن موجوده في الميديا ستاينم، ممكن في اي مكان. طب اللاترال ابيرنت ده لقوا دي كانوا فاكرين انها ابيرنت برضو انها حاجه شبه الاكتوبيك ثايرويد كده، لكن لو إيه ان هي كانت نيمف نود يجوا يفحصوها، لو النيمف نود كبرت يجوا يفحصوها يلاقوا فيها ثايرويد تيشو، قال لك خلاص دي ابيرنت، قال لك لا دي مش ابيرنت، اكتشفوا بعد كده انها ميتس او ميتاستاسيس من المابيلاري كارسينوم. طب ستروما اوفري، ستروما دي يعني ايه؟ يعني ثايرويد، فيبقى ثايرويد تيشو موجود في الاوفري، فبنلاقي دي اوفريان تيراتوما سيست فيها ديرمويد تيشو سكين وهير وتيث برضو زي ما احنا لسه قايلين، وممكن ثايرويد تيشو. طب ثايرويد تيشو يعني ايه؟ يعني بيطلع ثايروكسين، فيزيد الثايروكسين يبقى هايبر ثايرويدز، وممكن يحصل مالجنانت تشينج. طب الكلينيكال بيكتشر انا شايف ايه قدامي وهي تيجي تشتكي من ايه؟ فيرمين جون موجوده فين؟ ات بيس اوف ذا تانج، ده اشهر مكان احنا بنتكلم هنا، ده بنتكلم عن لينجوال، يعني بنتكلم عن لينجوال اكتوبيك ايه
ثايرويد. في فيرمونوجول عند البيز اوف ذا تانج. طيب الفيرمونوجول ديت مع المينستريوش هنقول هي فيميل في الاغلب، فمع المينستريوش بيحصل كونجيشن في الجسم كله فيزداد الحجم بتاعه، فتعمل بارشال اوبستراكشن في الباث واي ده، فتعمل ايه؟ ديسفيجيا وصعوبه في البلع وديس ارتريا مشكله في الكلام. طيب في نفس الوقت الاكل عمال يعدي والشرب ويحك فيها يحك فيها، فيعمل ايه؟ السريشن، والسريشن يعمل بليدنج. طب الانفستيجيشن انا عايز اشوفها واشخصها واحدد مكانها بالظبط بالسي تي. طيب واعمل ليه ثايرويد سكان؟ قلنا زي ما عملنا في السيست، انا خايف يكون ده الاونلي ثايرويد تيشو، فاعرف ادي ريبليسمنت ثيرابي بعد العمليه ولا لا. طب التريتمنت قال لك ادي ال ثايروكسين. طب ليه ادي ال ثايروكسين؟ قال لك عشان يقلل الحجم بتاعها. طب وليه؟ لانه ليه نيجاتيف فيدباك على التي اس اتش فيقلل، وقلنا ان التي اس اتش بيزود الفاسكولاريتي وبيعمل هايبرتروفي بليجيا، فكده يقلل الحجم لما بدي ال ثايروكسين يقلل الحجم بتاع الجلاند. طب او الجلاندولار تيشو اللي هو الثايرويد تيشو. طب لما اعمل اكسجن لو هي في امتى؟ لو هي في كومبليكيشن ديسفيجيا ديس ارثريا السر بليدنج، اعمل اكسجن بس بتاكد هل هو الاونلي ثايرويد تيشو. الاونلي ثايرويد تيشو خلاص ادي ريبليسمنت ثيرابي فور لايف، ريبليسمنت ثيرابي فور لايف.